احلى متابعين في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم معاكم من ارض المطار بالتحديد من الغرد او الرمال المتحركه تمام ومنظر رمال جميل جدا زي ما انتم شايفين كده منظر روعه بصراحه وانك انت تقدر تمارس رياضه تطلع على الغرد بجد حاجه جميله جدا وحاجه روعه اتمنى اخواتي في الله انكم انتم تمارسوا رياضه وتطلعوا الغرد دوة يعني من الحاجات الروعه جدا 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 انا قاعد تحت طبعا مش مش فوق بلدنا جميلة فيها حاجات جميلة والرياضة أجمل وأجمل لو أنت بتمارس رياضة ولو أنت نشيط مهما كان سنك مهما كان عمرك مفيش حاجة في الرياضة اسمها مستحيل في حاجة أنك تقدر في حاجة اسمها أنك تقدر أنك تمارس تمام آه، تقدر أنك أنت تمارس رياضة في أي مكان طول ما أنت عندك استعداد وطول ما أنت عندك هدف أنا بنصحكم إنكم تمارس رياضة تمام وبنصحكم إن شاء الله بإذن الله إنكم أنتوا تمارسوا كل جديد عشان ما تحسوش بالملل والقعدة في البيت آه، أحبائي في الله أتمنى إنكم تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب واتمنى القناه تعجبكم ان شاء الله الفتره الجايه هنزل فيها كل جديد تمام أه بجد الرياضه في في الهواء جميله جدا 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 سواء كانت رياضه المشي او رياضه الجري او طلوع غرد زي كده او اي نوع من انواع الرياضه المهم انك انت ما تستسلمش لعره البيت وتمارس الرياضه شكرا احبائي في الله بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته